الوطني الفارابي برئيس جمعيه اغاليونز الجرف ان زكان. اليوم كنتواجدوا في القاعه المتعدده الاستعمالات اللي كتحتضن التدريب الجهوي التمهيدي للبطوله المدرسيه في رياضه التانك سودو. التدريب تحت اشراف الاطار الوطني الدولي الاستاذ نور الدين الترابي، مدرب دولي ورئيس الجامعه الملكيه المغربيه للتانك سودو وعضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي. والتدريب مشاركين فيه مجموعه من الجمعيات في جهه فرنسا وجهه بلميم ودنون. التدريب كيشرف عليه كما قلنا في الاول الاستاذ الترابي بمساعده الاستاذ عبد الكبير. الهدف من هذا التدريب هو انه نلقنوا وتمكين التلاميذ والممارسين سواء الصغار ولا الشبان ولا حتى الكبار من اجل التعريف باكثر برياضه التانك سودو والمستجدات اللي كتجيب هذه الرياضه هذه حاليا. نور الدين الترابي رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للتانك سودو ورئيس الكونفدراليه الافريقيه للتانك سودو ومؤسس التانك سودو بالمغرب. تبعا للبرنامج الوطني احنا اليوم في تدريب جهوي تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للتانك سودو من اجل الاستعداد والتحضير للبطولة المدرسية التي ستقام أيام 7-8-9 بمدينة فاس. وجينا اليوم هنا باش نعطيو الحركات الأساسية ونسقلو ما يسمى باليونغ، يعني المسالك في رياضة التانك سودو. وفعلا كان المستوى جيد وجيد جدا. مازال عندنا مرحلة أخرى إن شاء الله غنشوفوا فيها مدينة إنزكان. وبالمناسبة كنشكر الجميع اللي رحبوا بنا بحرارة. شكرا. عبد الرحيم أخرز الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية فرع الجهوي لجهة سوس مسا والفرع الإقليمي لإنزكان أيت ملول. نحن اليوم في ضيافة من جمعية التانك سودو بإنزكان في هذا التدريب المؤهل للبطولة الوطنية في التانك سودو. فنحن جد سعداء اليوم بالالتقاء مع مجموعة من الأبطال والبطلات في هذه الرياضة، خاصة وأن هذه الجمعية ديالنا اللي في إنزكان حازت على كأس العرش فئة الإناث، في حين عادت بطولة كأس العرش الذكور اللي طبعا في المحمدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة. نحن جد فخورين بالتواجد في هذا التدريب المؤهل للبطولة الوطنية المدرسية. رياضة التانك سودو هي رياضة ممتعة، رياضة متميزة، وحمد لله أنها أصبحت من الرياضات المعتمدة في البطولة الوطنية للتانك سودو. طبعا هذه الرياضة هي قيمة مضافة للرياضة بصفة عامة وخاصة الرياضة المدرسية باعتبارها مشتل حقيقي للرياضة الوطنية. واليوم كنشوفوا واحد مجموعة ديال البطلات ومجموعة الأبطال من مختلف الأعمار في تهيئ وفي تدريب من أجل المشاركة في البطولة طبعا الوطنية. الله يعطيك الخير.